مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. عندنا أخبار طبعا متنوعة مختلفة جدا، بعض الأخبار بتتعلق بالنادي الأهلي بكل تأكيد وده أهم شيء بالنسبة لنا، وأخبار أخرى محلية وعالمية هنستفيد في الحديث عنها على مدار حلقة اليوم. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي، وهنتكلم في العديد من الملفات على الساحة الرياضية المصرية بالتحديد. عندنا كمان أخبار كتيرة بتتعلق باستئناف النادي الأهلي تدريباته النهاردة، هنتكلم فيها بالتفاصيل بعد ما نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة. يلا بينا. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش. الفريق الأول يبدأ معسكره الخارجي نهاية الأسبوع. فايلر يبحث خطة الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا. حسام البدري يطلب تقارير كوبر وأجري مع منتخب مصر. البدري يكلف مساعديه بمتابعة المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا. اليوم صلاح في مواجهة كين بالدوري الإنجليزي. وبيريز يحاول إعادة رونالدو إلى ريال مدريد. القاهرة بنلقي إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. طويلة الخطيب بيحط الجول يا ولد. العمل راح على طول وماشي الخطيب هو واحد بفاضل نفسه يلا بلجلك شمال. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبة النادي الأهلي. كرة زادت وهيجيب جول يا جول. يفوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا لاول مرة. لازم تفكرنا انت بيه كده بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله احنا فعلا مستنيينها، وفيلر في الحقيقه مهمه جدا، وبنحاول نحمس جمهور النادي الاهلي في ظل هذه الفتره الممله جدا اللي ما فيهاش اي مباريات للفريق، فبالتالي عندنا تحديات لازم ما ننساهاش. ابرز هذه التحديات بطوله دوري ابطال افريقيا، وجمهور النادي الاهلي مستنيها بفارغ الصبر هذه البطوله، وعندنا اول مباراه باذن الله يوم 29 نوفمبر المقبل في استاد رادس في تونس مع فريق النجم الساحلي. مباراه قويه وبدايه مهمه قوي قوي ان هي تكون بدايه مناسبه في دور المجموعات، ولازم الانطلاقه في دور المجموعات تبقى ايجابيه جدا علشان هتكون مفتاح استكمال هذه البطوله سعيا نحو تحقيق هذا اللقب الغائب واللي كان بيسعى ليه النادي الاهلي على مدار الست سنوات السابقه، لكن للاسف ما كانش موفق بالتحديد في نهائيين. وصلنا مرتين للنهائي، مره قدام الوداد ومره امام الترجي، الاثنين كانوا ورا بعض، للاسف ما قدرناش ان احنا نستعيد هذا اللقب. باذن الله السنه دي يوفق النادي الاهلي في استعاده هذا اللقب المنتظر من مستر ريني فايلر، الجهاز الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي دايما في ظهرهم، بالاضافه طبعا لمسؤولي النادي الاهلي ومجلس الاداره. الفريق بيستأنف تدريباته النهارده بعد يومين كانوا راحه امبارح واول، وتدريبات مهمه جدا في اطار فتره غايه في الاهميه وفتره اعداد جديده في الحقيقه، لان انت عندك توقف ما فيش اي مباريات لغايه يوم 25 من الشهر القادم شهر نوفمبر، يعني اقل من 30 يوم وتلعب اول مباراه ليك، فبالتالي دي تعتبر فتره اعداد جديده مستر فايلر هيركز فيها في العديد والعديد من الجوانب سواء الفنيه او البدنيه، وكلها امور في الحقيقه غايه في الاهميه. النهارده الفريق استأنف تدريباته بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا، عايزين نطمن على اخبار الفريق علشان كده نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا. طمنا يا كريم اخبار الفريق النهارده والتدريبات عقب استئنافها. الحقيقه يمكن النهارده في البدايه مجرد يعني وجودنا داخل النادي الاهلي ومجرد نزول اللعيبه العدد كان قليل جدا، بعض الناس تساءلت، يمكن شفنا في الملعب الامير 12 لاعب فقط لغير في تدريب النادي الاهلي، بعض الناس كانت شك ان يكون في عدد من اللعيبه في الجيم كالعاده من يكون التدريبات الفنيه من مستر ريني فايلر بيكون عامل بعض البرامج، لكن اتضح النهارده ان في عدد كبير من اللاعبين حاصل على اجازه لمده يومين تنسيقا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا كمان مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني والكابتن
الكابتن حسام البدري عدد كبير من اللعيبه النهارده بجانب اللعيبه المثيرين للمنتخب الاولمبي النهارده. يمكن اقدر اقول لك الغيابات: السليه الشناوي، حمدي فتحي، احمد فتحي، ايمن اشرف، حسين الشحات، رمضان صبحي، عمار حمدي، مصطفى شوبير، صلاح محسن، بجانب ظهره اجيو علي معلول. النهارده عدد كبير جدا يا امير كان غائب عن تدريبات اليوم، جرعه التدريبيه النهارده ما كانتش كامله بشكل كبير كالعاده. المستر ريني فالر بيكون في اكثر من ساعه ونصف ليه التدريبات، فيها فقرات كثيره، لكن النهارده مع القرار اللي اتخذ، لان انت عارف في ترتيبات وتحضيرات كثيره جدا للمعسكر الخاص بفريق النادي الاهلي، لعيبه الدوليين هتكون متواجده معانا في المعسكر ويكون رجوعها مع يوم 5. ده التنسيق المبدئي للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. فالنهارده يمكن اكيد قرار ان هو يكونوا مريحين 48 ساعه ده قرار مميز، لكن بعد 48 ساعه هينضموا الى ترتيبات النادي الاهلي العدد اللي احنا اتكلمنا عليه امير، ومنها ان شاء الله للمعسكر المغلق اللي لسه بيتم ترتيبه وتحديده. بيحاول النادي الاهلي ومجلس الاداره والقائمين على قطاع كره القدم ان يكون معسكر مميز، مكانه يكون مميز طبعا الاقرب زي ما بنقول الامارات، لكن حتى هذه اللحظه في ترتيبات وفي الشغل في كل اتجاه، لان المعسكر ان شاء الله بنتمنى يكون جيد، المعسكر يكون ناجح. فترتيبات مهمه جدا جدا للجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ بالتحضير للاستفاده الفنيه بشكل كبير من المعسكر. لو بكلمك على التدريب النهارده كالعاده، يعني كان في جزء بدني بسيط جدا لمده 10 دقائق، ومنها مباشره تقسيمه مصغره جدا، يعني زي ما بنقول في كل مره 4 ضد 4 و5 ضد 5 في ملعب مصغر باثنين حراس مرمى. اللعيبه يمكن كالعاده الحاله المعنويه مرتفعه جدا، حاله التركيز مرتفعه جدا، الكل عنده طموح وامل ان شاء الله ان معسكر النادي الاهلي يكون ناجح والعوده من جديد لمباراه الدوري العام والبطوله الافريقيه ان شاء الله يا امير. يعني زي ما بناكد وبنقول يعني ربنا يبعد عنا الاصابات ويبعد عن اللعيبه الاصابات. محمود متولي وكريم نتبت بيوصلوا للتاهيل ان شاء الله باذن الله، يكونوا اخر اثنين مع محمد محمود طبعا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، ما يبقاش في اي اصابات تزيد عن كده. لكن بجانب كل هذه الامور جرعه تدريبيه قويه بيستفيد منها النادي الاهلي، وغدا كالعاده هيكون التدريب في الميعاد في الساعه 4 استكمالا للتدريبات الخاصه بفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى المعسكر المغلق ان شاء الله. تم تحديد برنامج التدريبات يا كريم بشكل نهائي تحسبا لعدم السفر، ولا خلاص في استقرار نهائي بالسفر في انتظار العرض الانسب او المكان الانسب ليستضيف معسكر الاهلي؟ من خلال معلوماتنا وكواليسنا في استقرار على اقامه المعسكر والسفر يوم الخميس يوم 31، لكن حتى دي اللحظه طبعا يمكن في تكتم شويه على هذا الامر، لان زي ما بقول لك امير بيحاول النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني بالكامل يكون في نجاح للمعسكر، يكون في تكتم بشكل عام. يعني بعض الناس قالت ان هنواجه بني ياسر الاماراتي، في امور كثيره جدا مش حابين نتكلم فيها، بنتركها فقط للجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ كمسؤول عن التصريحات. لكن زي ما باكد لك التدريبات مستمره، غدا الساعه 4 عصرا هيكون تدريب، وبعد غد هيكون تدريب، مرورا ان شاء الله حتى يوم 31. لسه ما تحددش هل يوم 31 و30 هيكون في سفر او راحه، لسه ما تحددش الامر ده، لكن من المؤكد غدا هيكون في تحديد للبرنامج بالكامل، تحضيرات مستمره، وان شاء الله زي ما بنقول يعني احنا يهمنا كله امير ان شاء الله ان نكون الاستفاده مهمه جدا للاعبين ولاعبتنا ان شاء الله تكون في الميعاد في قمه التركيز، وان شاء الله كله فايده باذن الله للجهاز الفني والنادي الاهلي. معايا اكتر من خبر النهارده بيتكلم على مستر فايلر واحتماليه سفره لبلاده في زياره لاسرته وبعد كده يرجع على معسكر النادي الاهلي، وبعض الاخبار بتقول ان هو مش هيسافر. عايزين ناخد الاكيد يا كريم بخصوص هذا الشان. يعني مستر ريني فايلر متواجد في القاهره ومنها الى المعسكر المغلق، وعن بعد ما انتهى المعسكر المغلق ممكن يكون في 48 ساعه او الراجل ان هو يفكر في العوده الى بلده. الراجل من ساعه ما تواجد في القاهره ما سافرش خالص الى سويسرا، لكن تاكيدا الخبر انت بتقوله امير يعني من معلوماتنا اللي بناكد عليها داخل النادي الاهلي، الراجل متواجد لن يسافر الى سويسرا، السفر ان شاء الله يكون عقب العوده من المعسكر اللي لسه ايضا كمان حتى هذه اللحظه في ترتيبات وتحضيرات كثيره جدا لهذا المعسكر. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. بشكرك يا كريم شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي واللي طمنا على تدريبات الفريق النهارده عقب استئنافها بعد كمان اجازه كانت على مدار يومين فاتوا. نتمنى كل التوفيق لمستر فايلر، نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني بالكامل وللاعبين. عدد قليل النهارده اللي بيشارك في التدريبات، بعد يومين كمان هيرجع العدد المتبقي اللي واخد اجازه بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. وبالمناسبه هيبقى في بعض اللاعبين في المنتخب الاول بالتحديد، لان لاعبي المنتخب الاولمبي خلاص انضموا للمنتخب الاولمبي في اطار الاستعداد للمرحله اللي جايه على مرحلتين بالنسبه للمنتخب الاولمبي، وده هنتكلم فيه على مدار الحلقه النهارده لان ده شيء بيهمنا كلنا كمصريين، واتمنى المنتخب الاولمبي يكون موفق. لكن فيما يتعلق بالنادي الاهلي، الفريق هيكتمل بشكل كبير جدا بالتحديد اللاعبين الغير دوليين مع الجهاز الفني خلال يومين باذن الله، نتمنى لهم كل التوفيق في مرحله
خاصة بإعداد جديد مهمة قوي، إن شاء الله النادي الأهلي يستفاد منها أكبر استفادة، وأعتقد فعلا النادي الأهلي هيستفاد من هذه المرحلة، ومستر فايلر يقدر يكون ملم بشكل أكبر وبنسبة أو بنسبة 100% بشكل كامل بإذن الله بإمكانيات اللاعبين خلال الفترة اللي جاية، لأن ما ننساش إن مستر فايلر الراجل بقاله شهر ونص أو شهرين بس لعب 6 ماتشات بس، فأكيد محتاج فترة كبيرة. الفترة اتوفرت طبقا للظروف اللي عشناها مع بعض خلال الفترة اللي فاتت، ففترة التوقف هتكون مهمة جدا لمستر رينيه فايلر. ده فيما يتعلق بالفريق وتدريباته واستعداداته. النهارده بالمناسبة عيد ميلاد نجم كبير جدا من نجوم النادي الأهلي ومدير الكرة للفريق الكابتن سيد عبد الحفيظ، أحد اللاعبين المؤثرين جدا في تاريخ النادي الأهلي واللي ساهم في عدد كبير من الألقاب والبطولات. وبالتحديد الهدف ده يعني الناس كلها ما تقدرش تنساه، هدف كان فجائي كده، الواحد وهو قاعد بيتفرج ساعتها كنا بنلعب الترجي هناك في تونس، وزي ما حضرتك شفت الهدف كده دلوقتي هدف مميز جدا جدا وما يتنسيش، من الاهداف اللي ما تتنسيش في تاريخ النادي الاهلي في الحقيقه. والهدف ده اهل النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا، وكنا تعادلنا مع الترجي هنا على ما اتذكر 0-0 وقدرنا ان احنا نتعادل معاهم هناك 1-1 بهذا الهدف، هدف كابتن سعد عبد الحفيظ، هدف ما يتنسيش. ده ايضا هدف مهم جدا في ذهاب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 2001 برضو، هدف للكابتن سعد عبد الحفيظ، وهي بطوله هو تالق فيها بشكل كبير جدا. وكنا طبعا مع مستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الاهلي، وكانت بطوله مهمه قوي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي قدرنا نفوز فيها على سان داونز في النهائي، لعبنا هنا كمان في القاهره كسبنا 3، فبالتالي قدرنا نستعيد هذا اللقب بعد فتره كبيره. كان الهدف ده بالنسبه لي من اهم الاهداف في تاريخ النادي الاهلي. هو الكابتن سعد عبد الحفيظ بالمناسبه احرز اهداف كتيره ليه في مشواره مع النادي الاهلي، وبيستمر في احراز الاهداف حتى بعد ما اعتزل، رغم ان انا ممكن اكون في بعض الاحيان ببقى مش برغب في التصريحات بتاعته، لكن هي ايضا بتبقى اهداف مهمه حتى لو بعد ما اعتزل كره القدم. لكن هو شخصيه اكيد مميزه ومهمه، ومن الجانب الاداري محنك جدا ومفيد جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كل سنه وهو طيب، نتمنى له عيد ميلاد سعيد باذن الله. النهارده في عدد من الماتشات او المباريات المهمه جدا في اوروبا، اهمهم طبعا بعد شويه مباراه ليفربول وتوتنهام. الواحد للاسف مش عارف يتفرج على هذه المباراه، لكن اهم دايما نتواصل مع جمهور النادي الاهلي العظيم. المباراه هتبتدي الساعه 6:30 في الجوله العاشره من بطوله الدوري الانجليزي. ليفربول وتوتنهام، ملعب ليفربول في الانفيلد، مباراه مهمه جدا، وليفربول بتحاول ان هي تستعيد الانتصارات بعد التعادل الاخير مع مانشستر يونايتد في الاولد ترافولد بعد 8 مباريات متتاليه انتصارات كانت مهمه جدا. صلاح في التشكيل الاساسي، التشكيل نزل، صلاح موجود، هو كان غاب عن مباراه مانشستر يونايتد بسبب الاصابه اللي جات له في مباراه ليستر سيتي، بس النهارده موجود بشكل اساسي في تشكيله ليفربول. نتمنى له كل التوفيق باذن الله، نجمنا المصري يقدر يحرز اهداف، مهم قوي ان هو يحرز اهداف بالنسبه لي على المستوى الشخصي عشان فانتزي يعني، لكن في كل الاحوال صلاح نجم كبير ولاعيب مميز ويفضل يرفع اسم مصر دايما في الخارج. دي اهم مباراه اليوم. في مباراه اخرى في الدوري الانجليزي في نفس التوقيت، ارسنال وكريستال بالاس، مباراه مهمه جدا برضو، نوريتش سيتي ومانشستر يونايتد، مباراه غايه في الاهميه. وكان في مباراه لعبت في تمام الساعه 4 عصرا وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ما بين نيوكاسل وولفرهامبتون في ملعب نيوكاسل. ده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. فيما يتعلق بالدوري الاسباني، النهارده في عدد من المباريات، سواء سيلتا فيجو وريال بيتيس، دي مباراه اولى، ومباراه ثانيه كانت ما بين غرناطه وريال بيتيس، النتائج المفروض ان هي مباراه بتخلص يعني ابتدت ايضا في تمام الساعه 4. في ليفانتي واسبانيول، اشبيليه وختافي، واوساسونا وفالنسيا، في ظل غياب ريال مدريد وبرشلونه عن هذه الجوله، خصوصا ان هم كان مباراتهم المفروض مع بعض هذا الاسبوع لكن تم تاجيلها للظروف اللي كلنا عارفينها في كاتالونيا ومظاهرات واعتقال بعض قاده كاتالونيا يعني. دي من ضمن المباريات المهمه جدا ايضا. في عدد مباريات ايضا في الدوري الايطالي، بولونيا وسامبادوريا، واتلانتا وادونيزي، وتورينو وكالياري، وسبال ونابولي، روما وميلان، مباراه هتبقى قويه قوي دي، وفرونتينا ولاتسيو، ده الدوري الايطالي. طيب عندنا بقى اخبار مهمه قوي في الصحف النهارده، هنعلق عليها بتفاصيل غايه في الاهميه، نروح نشوفها يلا. في الاهرام، الاهلي يبدا معسكره الخارجي نهايه الاسبوع ويحدد صفقتي الشتاء. الاخبار، الوجه الدكتاتوري لفايلر، مجلس الاهلي يدعم السمات الشخصيه للخواجه. الجمهورية، بعد مفاضلة بين 3 عروض الأهلي يطير للإمارات الخميس.
المصري اليوم فايلر يطلب إقامة وديتين للأهلي في معسكر الإمارات، أشعة جديدة تحسم عودة متولي للتدريبات، برنامج خاص لتجهيز البدلاء. الأخبار المسائي، الأهلي يستعد مبكرا لصدام النجم الساحلي، الفريق يستأنف تدريباته وعبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات المعسكر الخارجي. المساء، الأهلي يلعب مباراتين وديتين في الإمارات بالدوليين، المعسكر نهاية الشهر بقيادة فايلر، الفريق يستأنف التدريبات اليوم. الوطن، اجتماع في الأهلي لحسم الصفقات الجديدة، وفايلر يطلب بديلا لأفشة. النادي يبدأ مخاطبة الأمن لتحديد ملاعب مبارياته الإفريقية، المدير الفني يطير إلى سويسرا في رحلة عائلية، والفريق يعود لتدريبات. الدستور، الأهلي يستأنف تدريباته قبل التوجه إلى الإمارات ومحمد محمود إلى ألمانيا، فايلر يرشح الليكي لهجوم الأهلي والتخطيط ترفض كينو. الشروق، كاف يحدد مواعيد 3 جولات للأهلي في دور المجموعات لدوري الأبطال، الفريق يواجه النجم في سوسة 28 نوفمبر المقبل، ويستضيف الهلال وبلاتينيوم يومي 26 ديسمبر المقبل. وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. الجيل ده كان جيل عظيم جدا في تاريخ النادي الاهلي، كانت البدايه ليهم بطوله دوري ابطال افريقيا في 2005، وكان بدايه مشوار طويل ومليء وحافل بالبطولات المختلفه، بتحديد بطولات كمان دوري ابطال افريقيا. نتمنى عوده هذه الفتره الذهبيه للنادي الاهلي باذن الله من خلال جيل مميز جدا وقائمه مميزه جدا بيمتلكها النادي الاهلي ومدير فني مميز وهو مستر ريني فايلر، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. اخبار الاهلي بقى في الصحف، في بعض الاخبار بتتكلم في امور عديده جدا، خلينا نبتدي بجريده الاهرام. جريده الاهرام قالت النهارده عن النادي الاهلي، قالت ان الاهلي يبدا معسكره الخارجي نهايه الاسبوع وده معروف، ويحدد صفقتي الشتاء. خلينا اقول لحضراتكم بالنسبه لصفقتي الشتاء، هو هيبقى في صفقتين يعني بنسبه كبيره، صفقه او اتنين، يعني الموضوع مش اكتر من كده، وده طبيعي يعني طبقا للقائمه، وانت مرتبط بامور معينه سواء الاستبدال وفيما يتعلق بكل هذا او هذه الامور بالتحديد. لكن تحديد الصفقتين لسه هيبقى في مشاورات خلال الفتره اللي جايه، والمشاورات دي هتبقى بشكل اوضح بعد انتهاء المعسكر الخارجي للنادي الاهلي في حاله اقامته، وبعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه للمنتخب الاولمبي، وبعد انتهاء المباراتين الرسميتين للمنتخب الاول. ليه بعديهم؟ علشان انت عندك عدد من اللاعبين في مختلف المنتخبات، سواء المنتخب المصري الاول او المنتخب المصري الاولمبي، وكمان المنتخب مالي مثلا الاولمبي فيه اليو ديانج، المنتخب التونسي فيه علي معلول، بتتفرج وبتشوف. طبعا في بعض اللاعبين مش محتاج ان انت تتفرج عليهم، يعني هم نجوم وحاجزين مكانهم في النادي الاهلي او مش حاجزين، يعني في الحسابات بالنسبه لمستر فايلر. وفي نفس الوقت عندك معسكر تقدر تقيم فيه بعض اللاعبين اللي انت ما استعنتش بيهم خلال الفتره اللي فاتت، فهتحسب حساباتك كلها وتعمل تقريرك وتقرر في الاخر هتجيب مين على حساب مين، هتتعاقد مع مين وتستغنى عن مين. كل الامور دي هتتحدد خلال الفتره اللي جايه، هيبقى في اكيد اجتماعات مع لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي ومع الكابتن محمود الخطيب بالطبع لتحديد ملامح الشتاء شهر 1 بالتحديد، والاستقرار على بعض الاسماء اللي ممكن تنضم للنادي الاهلي، تحديد اسمين ممكن ينضموا للنادي الاهلي خلال شهر يناير، لكن ما تمش استقرار بشكل نهائي على الاسمين خالص. يعني نروح لجريده الاخبار، جريده الاخبار بتقول الوجه الديكتاتوري لفايلر، مجلس الاهلي يدعم السمات الشخصيه للخواجه. في الحقيقه الراجل عنده سمات شخصيه مختلفه بقالنا فتره كده من ساعه مستر مانويل جوزيه، في بعض المدربين شخصيتهم كانت قويه بعد مستر مانويل، لكن حتى الان من الجانب الشخصي قوة الشخصية الأبرز مستر ريني فايلر، دي حقيقة.
جانب ديكتاتوري وكلام من ده. هم في الخبر، انا قريت الخبر، هم بيتطرقوا للكلام اللي كان طلع خلال الايام السابقه ان في مشكله حصلت ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر رينيه فايلر بخصوص محاضره فنيه، ومستر فايلر ما كانش عايز كابتن سيد يحضر، وكابتن سيد نفسه طلع بلسانه نفى هذا الكلام. والامور دي في الحقيقه ما بتحدث اطلاقا في النادي الاهلي، ما بتحصلش خالص يعني، ما شفناهاش قبل كده يعني. لكن في كل الاحوال مثلا لو موقف زي ده ومستر فايلر شايف ان هو مش محتاج مدير الكوره معاه في الاوضه يعني، هو قاعد مثلا، لان هو موقف ما حصلش بس انا بتكلم مثلا، فالراجل حقه، هو مدير الفني، هو رئيس فريق الكوره، هو اللي يتحكم في كل هذه الامور، ما فيهاش اي مشكله. وحتى لو هو طلب حاجه زي كده ما اعتقدش ان كابتن سيد هيزعل من حاجه زي دي. الموضوع ما حصلش برضه، انا باكد مرارا وتكرارا عشان ما حدش ياخد الكلام على انه ممكن يكون حصل، لا هو ما حصلش، بس احنا بنقول بندي مثل، بنضرب مثلا لو حصل. فلو حصل حقه مستر فايلر ان هو يطلب كده، ده وجهه نظر يعني. هو المدير الفني، هو اللي يقدر يقرر مين يبقى معاه في محاضره فنيه او اي حاجه في هذا الشان يعني، اي حاجه تخص الفريق واللاعبين وكل هذه الامور. فجزئيه الدكتاتوريه دي مطلوبه عند مدير فني بشخصيه قويه زي مستر فايلر. مجلس الاداره مبسوط من حاجه زي كده؟ اكيد مبسوط، لان احنا افتقدنا لهذه الشخصيه على مدار الفترات اللي فاتت. الشخصيه دي بتفرق في الملعب، بتفرق في المباريات، بتحسم لك بطولات، فعلا بتحسم بطولات، فهي متوفره فعلا عند مستر فايلر. وعلى مدار التاريخ احنا عارفين النادي الاهلي بيفكر ازاي في فريق الكوره بالتحديد. بيفكر ان انت بتجيب مدير فني بتدي له كل الصلاحيات وفي الاخر بتحاسبه بعد فتره زمنيه، بعد موسم بالتحديد يعني، تقدر تقيم بعد كده وتحاسبه، الراجل اللي عمل لنا ايه، جاب لنا ايه ايجابي، ايه سلبياته، تقيم وبعد كده تشوف هتعمل ايه. فده اسلوب النادي الاهلي، بيدي كل الحريه الكامله للمدير الفني. فانا شايف في الحقيقه الموضوع ده ايجابي جدا ان مستر فايلر يبقى ديكتاتور، ده مطلوب قوي خلال الفتره دي، خصوصا ان فريق النادي الاهلي بيضم عدد كبير جدا من النجوم خلال الفتره الحاليه يعني. مش بقول ان النجوم ممكن ما يلتزموش، لا، احنا الحمد لله عندنا لاعيبه النادي الاهلي دايما بيبقوا ملتزمين يعني، ده معروف على مدار التاريخ ايضا. لكن في نفس الوقت عايز شخصيه قويه تقدر تتعامل معاهم من الجانب النفسي، ده مهم قوي، من الجانب الفني والبدني بكل تاكيد. فكل الامور دي متوفره في الحقيقه عند مستر فايلر، نتمنى له الاستمراريه وكل التوفيق مع النادي الاهلي. نروح لجريده الجمهوريه، بتقول بعد مفاضله بين ثلاث عروض الاهلي يطير للامارات الخميس. الثلاث عروض كانوا ايه؟ كان عندك عرض من الكويت ومن عمان ومن الامارات. حتى هذه اللحظه وزي ما قال لنا كريم مراسلنا العزيز كده من شويه في مداخله، قال لنا ان الاقرب الامارات، والاقرب ان هيكون السفر يوم 31 ويستمر المعسكر لمده اسبوع، لكن بشكل رسمي لسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي على سفر الفريق لانهي دوله من الدول دي، وعلى ايضا المباريات الوديه اللي قد تلعب في احدى هذه المعسكرات يعني. فهنشوف ده على مدار الايام القليله جدا المقبله. نروح للمصري اليوم، وبتقول فايلر يطلب اقامه وديتين للاهلي في معسكر الامارات، الاقرب حتى الان هتبقى وديه واحده. أشعة جديدة تحسم موعد عودة متولي للتدريبات، واحنا عارفين متولي كان عنده مزق في العضلة الخلفية وكان عمل أشعة من فترة، التأمت العضلة بنسبة 85%، فهيبقى في أشعة جديدة عشان نعرف النسبة المئوية للالتئام وصلت لحد فين، نتمنى لها 100% بإذن الله علشان يعود تدريجيا محمود متولي للتدريبات الجماعية بالنسبة للفريق، برنامج خاص لتجهيز البدلاء وتجهيز الفريق كله يعني خلال الفترة اللي جاية، المتاحين يعني اللاعبين اللي هيكونوا معاك الفترة الجاية، انت عندك لعيبة كتير جدا في المنتخبات. طيب نروح للأخبار المسائي، واللي بتتكلم على الاستعداد المبكر للنادي الأهلي لصدام النجم الساحلي، مباراة غاية في القوة وغاية في الندية، فريق قوي جدا 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 فريق النجم الساحلي. الفريق يستأنف تدريباته وعبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات المعسكر الخارجي، وده احنا اتكلمنا فيه، لكن بالتحديد فيما يتعلق بالنجم الساحلي طبعا لازم تستعد بشكل مبكر. ازاي؟ بخلاف المعسكر وبخلاف مباريات وديه وكل هذه الامور، انت بتستعد من خلال معرفتك لكل ما يتعلق بفريق النجم، اخر مبارياته بالتحديد، الامور بالنسبه له ماشيه ازاي، القايمه بتاعته، مين اميز اللاعبين، نقاط القوه والضعف، تتفرج على فيديوهات، الحاجات دي كلها هتبقى خلال الفتره اللي جايه، هيستعد من خلالها النادي الاهلي لهذه المباراه. طبعا قبل مباراه النجم الساحلي عندنا مباراه مهمه قوي في الدوري يوم 25، مفترض ان هي مع الجونه لحد دلوقتي يعني، لو الترتيب ما اتغيرش تاني او لو الحاجات اللي بتحصل في الكره المصريه دي ما اتكررتش ان شاء الله باذن الله، فهيبقى يوم 25 مع الجونه، وبعد كده تلعب يوم 29 مع النجم الساحلي، فمباراتين مهمين قوي، وبعد كده هتخش يوم 6 مع الهلال السوداني في مصر. فخلاص الفتره اللي جايه دي كلها بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه للشباب في مصر
هتبقى فتره مهمه قوي وحاسمه في مشوار النادي الاهلي بالتحديد الافريقي، وباذن الله يستكمل من خلال هذه الفتره النادي الاهلي الانتصارات اللي بداها مستر فايلر واللاعبين على مدار 6 مباريات سابقه سواء افريقيا او محليا. ان شاء الله يبقى في استمراريه لهذه الانتصارات وبالتحديد الاداء، لان احنا متمتعين. بالمناسبه بما اننا الست ماتشات اللي فاتوا كده للاهلي كنا متمتعين جدا بالاداء، فالواحد متشوق انه يتفرج على النادي الاهلي. انا عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عايز يتفرج على الماتشات يعني بتاعه الفريق في كل الاحوال حتى لو الاداء مش كويس، لكن بالتحديد واحنا كنا كويسين قوي قبل فتره التوقف دي، فالاهلي بيوحشنا اكتر، عايزين نتفرج على ماتشات. لكن هنعمل ايه؟ ان شاء الله قريبا يعود النادي الاهلي للمباريات بدايه من يوم 25 نوفمبر. نروح لخبر اخر من جريده الوطن. جريده الوطن بتقول اجتماع في الاهلي لحسم الصفقات الجديده وفايلر يطلب بديلا لأفشة. حته بديلا لأفشة او ان فايلر طلب كده ده اجتهاد من جريده الوطن، لكن حتى الان مستر فايلر ما طلبش خالص بديل لمركز معين، لا هو لسه بيشوف، بعد كده هو اكيد هيختار يعني، سواء بقى بديل لأفشة بديل لاي حد في اي مركز، دي حاجات هو اللي هيحددها ويبلغ بيها المسؤولين عن كل لجنه التخطيط في النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وكل هذه الامور. يعني النادي الاهلي يبدا مخاطبه الامن لتحديد ملاعبه بملاعب مبارياته الافريقيه. عندك ملعب استاد القاهره ده الهدف الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، بعديه السلام استاد السلام، وبعد كده استاد برج العرب. فنتمنى باذن الله الامور تبقى كويسه والاهلي يلعب في استاد القاهره، هنشوف طبقا طبعا لتوجيهات الامن. والمدير الفني يطير الى سويسرا في رحله عائليه، وقلنا ان الكلام ده اكده لنا كريم ان الراجل مكمل حتى لغايه بعد معسكر النادي الاهلي، ممكن بعد المعسكر ياخد اجازه في سويسرا، الفريق يعود لتدريباته ودي اتكلمنا فيها. نروح سريعا للدستور. الدستور بتتكلم على ان الفريق يستأنف تدريباته قبل التوجه للامارات، ومحمد محمود في المانيا، ومحمد محمود خلاص سافر، وبكره هيبقى في فحص طبي طبيعي جدا اللي هو بيبقى فحوصات طبيه خاصه بالعمليه يعني، وبعد بكره ان شاء الله الجراحه بالنسبه لمحمد محمود باذن الله يشفى سريعا. فايلر يرشح اليكي لهجوم الاهلي، مش عارف مين اليكي ده، لكن انا قريت الخبر، هو لاعب نيجيري بيلعب في لوزرن السويسري، وبيقول ان هو لاعب مميز، لكن ما اعتقدش ان مستر فايلر لسه اختار لاعبين خالص، ممكن يكون حدد بعض الاحتياجات بس ما استقرش بشكل نهائي، احنا بنأكد يعني. والتخطيط ترفض كينو، ما تمش طرح اصلا موضوع كينو اطلاقا، ولجنه التخطيط اساسا ما اجتمعتش علشان تجتمع او عشان تقرر التعاقد مع كينو او غير كينو يعني، لكن كينو حتى هذه اللحظه مش في الحسابات خالص بالنسبه للنادي الاهلي، ومحدش قال اسمه يعني، محدش فكر في كينو. الفتره الجايه هنلاقي اسماء معينه ممكن يفكر فيها النادي الاهلي اكيد، لكن دايما عارفين السريه هي سمه من سمات النادي الاهلي الاساسيه يعني في التعاقد مع اللاعبين، فهنشوف الامور هتمشي ازاي يعني. بالمناسبه في الخبر ده هم نفسهم يعني كاتبين عنوان وفي المتن قايلين الانتظار حتى شهر ديسمبر للحديث او لتحديد الصفقات والراحلين، ده طلب من مستر فايلر على حسب اللي هم كاتبينه في متن الخبر، فبالتالي بعض الاحيان بيبقى العنوان بيشد شويه، وفي المتن بتلاقي الكلام المنطقي اللي هو الطبيعي خلال الفتره الحاليه واللي احنا بناكد عليه الفتره اللي فاتت كلها. الشروق سريعا، كاف يحدد مواعيد 3 جولات للاهلي في دوري المجموعات لدوري الابطال، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده يوم 28 مع النجم مش في سوسه، هم كاتبين في سوسه، هو مش هيبقى في سوسه هيبقى في رادس، واحنا كان معانا يوم الخميس اللي فات المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي في مداخله هاتفيه وقال لنا ان المباراه هتكون في رادس لان الملعب في سوسه مش جاهز، وعندنا مباراه مع الهلال وبلاتينيوم يوم 6 ويوم 28 ديسمبر، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل هذه المباريات. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم عن اخبار النادي الاهلي في المواقع، استنونا. مباراه ليفربول وتوتنهام باديه بشكل سخن جدا، توتنهام قدرت ان هي تحرز هدف في الدقيقه او في الثانيه 57 يعني قبل ما الدقيقه تكتمل كده مع بدايه المباراه، الهدف جابه هاري كين، الكوره كانت اتشاطت من هيون مين سونغ وخبطت في العارضه ورجعت لهاري كين حطها في الجون، ف 1-0 لتوتنهام. ان شاء الله ليفربول كده شدوا حيلهم وصلاح ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله باذن الله. طيب نروح نشوف اخبار الاهلي في المواقع النهارده، يلا بينا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يستأنف تدريباته اليوم. اليوم 7 فايلر يؤجل زيارته العائلية إلى سويسرا. فيتو مصدر بالأهلي يكشف حقيقة سفر فايلر إلى سويسرا قبل المعسكر الخارجي. صدى البلد فايلر يعطي فرصة أخيرة لعدد من لاعبي الأهلي.
ضغط الأهرام ثلاثة محاور في اجتماع فايلر مع لاعبي الأهلي. الفجر الرياضي رينيه فايلر يبحث خطة الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا. الشروق طبيب الأهلي يكثف اتصالاته بالفريق الألماني قبل جراحة محمد محمود. الوطن ظهور تاريخي للأهلي أمام النجم الساحلي بسبب الزي الجديد. الأهلي دوت كوم صلاح محسن أنتظر فرصة مع الأهلي وأتمنى التوفيق مع المنتخب الأولمبي. طيب اليوم السابع وفيتو في الحقيقة بيتكلموا في موضوع واحد اللي احنا ايضا اتكلمنا فيه مع بداية الحلقة والتساؤل او الكلام على ان مستر فايلر هيسافر في اجازة ولا لا قبل المعسكر. الموضوع يعني عادي حتى لو الراجل قرر انه يسافر يعني يسافر يومين اجازة بس هو خلاص مش هيسافر ومستمر مع الفريق لما بعد المعسكر وممكن بعد المعسكر بإذن الله ياخد يومين راحة كده ولا حاجة او يزور اسرته وبعد كده يرجع يستأنف مشواره. انا عاجبني قوي اهتمام مستر فايلر بالتواجد مع الفريق حتى لو فترة متاحة ليه ان هو يسافر بره يروح سويسرا يزور اهله وكلام من ده. ده بيدل على عديد من الجوانب اهمها طبعا اهتمام الرجل بمشروعه مع النادي الاهلي الاستفادة او معرفة العديد من الجوانب اللي ممكن يكون لسه ما ألمش بيها بشكل كامل فدي نقطة ايجابية جدا في الحقيقة. نروح لخبر اخر وصدى البلد بتقول ايه موقع صدى البلد. فايلر يعطي فرصة اخيرة لعدد من لاعبي الاهلي تعرف على القائمه. هم كاتبين عن قائمه اللاعبين اللي في الخبر حسين السيد ازارو جيرالدو صالح جمعه سعد سمير واحمد الشيخ. والموضوع ملوش علاقه بحته فرصه اخيره ومش فرصه اخيره يعني القائمه دي كلهم لاعبين مميزين جدا لكن هم قصدهم ان المعسكر الجاي الراجل هيقدر يقيم اللاعبين بشكل اكبر. بالمناسبه مش دول بس يعني في بعضهم مش محتاج تقييم يعني مش بعضهم ده كلهم طبعا لعيبه كبار يعني لكن بالتحديد فيما يتعلق بخطط المدير الفني خلال الفتره اللي جايه مين هيفيده بشكل اكبر مين يدخل التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي لما يستأنف المباريات مين يكون بديل كويس يعني كلها على حسب الاستراتيجيه وعلى حسب الرؤيه الفنيه الخاصه بمستر فايلر. الاسماء دي كلها في الحقيقه اسماء كبيره جدا ومهمه في قائمه النادي الاهلي. فالموضوع في كل الاحوال حتة فرصة أخيرة مش فرصة أخيرة. أنت طالما أنت لعيب في النادي الأهلي فأنت لازم تستغل أي فرصة عشان تثبت نفسك سواء بقى الأسماء دي أو غير الأسماء دي. هو النادي الأهلي كده أنت طالما متواجد في قائمة النادي الأهلي فدي في حد ذاتها فرصة بالنسبة لك مهمة قوي ليك للكارير بتاعك كلاعب كرة قدم. حاول تستغل الفرصة عشان تثبت نفسك تبقى في التشكيل الأساسي وبالتالي تساهم مع النادي الأهلي في مباريات وبطولات كتيرة يعني. فهنشوف خلال الفترة الجاية الأمور هتمشي إزاي بالنسبة لمعسكر الفريق بالتحديد وفيما يتعلق بقائمة النادي الأهلي اللي مستقر عليها طبعا مستر فايلر بشكل كبير يعني. بوابة الأهرام بتتكلم على إن ثلاثة محاور في اجتماع فايلر مع لاعبي الأهلي والاجتماع كان قبل مران اليوم واتكلم فيه في ثلاث جوانب شرح خطة الإعداد خلال الفترة اللي جاية أهمية المرحلة كمان اللي هتكون بعد فترة الإعداد والحديث عن بعض الأمور الفنية والوحدات التدريبية على مدار الفترة الجاية هتكون عبارة عن إيه عشان اللاعبين يكونوا مهيئين نفسهم بشكل مميز. ده بيبقى أمر طبيعي يعني لكن كمان فيما يتعلق بالتحديات اللي هتكون النادي الأهلي لاعبي النادي الأهلي ملمين طبعا بالتحديات دي أكيد وعارفين الأهداف منها إيه المعروفة لكل الناس يعني إن أنت تكسب أي بطولة أي مباراة بتشارك فيها طبيعي جدا هتخسر طبيعي هتتعادل لكن دايما في الآخر المهم إيه تحقق الهدف المطلوب. الهدف المطلوب بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في بطولة الدوري بطولة الكاس طبعا لو قدرت تاخدها تاخدها والأهم من دول بطولة دوري أبطال أفريقيا هي دي الأهم طبعا. نروح لخبر آخر الشروق وتواصل الدكتور خالد محمود مع الفريق الألماني المعالج لمحمد محمود اللي هيعمل الجراحة بكرة بإذن الله فعشان يطمن على كل الترتيبات الخاصة بالجراحة وده بيبقى أمر طبيعي وتنسيق طبيعي ما بين طبيب النادي الأهلي وطبيب الألماني اللي هيجري الجراحة غدا بإذن الله أو بعد غد بالتحديد يوم الثلاث لمحمد محمود. للأسف كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لنا كلنا لكن إن شاء الله هو عنده العزيمة الكافية محمد شخصيته كده عنده عزيمة قوية جدا وقادر إن شاء الله أنه هو يعود أحسن من الأول بإذن الله وفي انتظاره طبعا كلنا. الوطن سبورت موقع الوطن بيقول
ظهور تاريخي للاهلي امام النجم الساحلي بسبب الزي الجديد. انتوا عارفين طبعا ان النجم الساحلي الزي الاساسي بالنسبه له هو الاحمر، والمباراه هتبقى على ملعبه، فالزي الاحتياطي الجديد اللي اول مره النادي الاهلي هيلبسه في تاريخه هو الزي الاسود، فهتكون اول مره من خلال يوم 29 نوفمبر بمباراة النجم الساحلي بإذن الله. وهو زي في الحقيقة حلو قوي يعني، لون الأسود جميل جدا يعني، وشكل التيشيرت يشد كده. ففي ناس على فكرة منتظرة تشوف النادي الأهلي بالتيشيرت الجديد اللي هو اللون ده يعني، لأن الأهلي على مدار تاريخه ما لعبش باللون ده خالص. احنا عارفين الفترة اللي فاتت كان اللون الأزرق هو الزي البديل للنادي الأهلي، طبعا الأساسي احنا عارفينه أحمر، فأنت هتلعب النجم الساحلي بيلعبوا بالزي الأحمر، فأنت هتلعب بالزي البديل الاسود. وفي لون ثالث طبعا كلكم عارفين اللي هو البيستاش، ده لون حلو برده، لكن ده بيبقى الزي الثالث يعني. طيب نروح لموقع الاهلي دوت كوم، من المواقع المميزه جدا في الحقيقه. محمد او صلاح محسن بالتحديد بيقول ايه؟ انتظر فرصه مع الاهلي واتمنى التوفيق مع المنتخب الاولمبي. تصريحات صحفيه صلاح محسن واللي انضم للمنتخب الاولمبي واللي عنده بطوله مهمه قوي قوي، بطوله الامم الافريقيه للشباب من يوم 8 ليوم 22، فان شاء الله مساهمين منهم الكتير. لكن تصريحات اللاعب بيقول ان هو ما بيفكرش خالص هو بيلعب اساسي او احتياطي في النادي الاهلي، الاهم دايما بيبقى مصلحه الفريق. بيقول ان انا مستني الفرصه المناسبه اللي تجي لي عشان اقدر اثبت تواجدي داخل القلعه الحمراء وكلاعب اساسي في الفريق، ان هو مستني بشكل كبير الفرصه دي. كمان اتكلم وتطرق لعلاقته بمستر فايلر، وقال مستر فايلر دائم الاشاده بيه وبيتكلم معاه بشكل ايجابي جدا، وقال له انت هتبقى مستقبل هجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. وكمان اشاد بالكابتن حسام البدري، او يعني مبسوط بتواجد الكابتن حسام البدري المقتنع بشكل كبير جدا بامكانيات صلاح محسن، وقال على اهداف المنتخب الاولمبي، قال ان احنا ان شاء الله باذن الله هنقدر نفرح كل المصريين خلال البطوله ونحقق الهدف الاسمى بالوصول لطوكيو 2020، وهو ده فعلا الهدف الاهم بالنسبه للشعب المصري، بالاضافه طبعا الفوز باللقب. وانت عشان توصل لازم تبقى من الثلاثه الاوائل، فطبعا نتمنى ان انت تاخد اللقب كمان يعني، ده هيبقى شيء مهم جدا. وتطرق لمؤمن زكريا ومحمد محمود وقال ان اصاباتهم للاسف يعني صعبه شويه، واحنا نتمناهم العوده سريعا سواء مؤمن زكريا او محمد محمود. تخيل النادي الاهلي مفتقد اثنين من اللاعبين المميزين جدا، اسمين كبار ومهمين، مؤمن زكريا طبعا تاريخه معروف مع النادي الاهلي ومسيرته بشكل عام، لكن بالنسبه لمحمد محمود لسه ما عملش حاجه مع النادي الاهلي بسبب الاصابات، ان شاء الله هيعمل كتير قوي وهيسطر تاريخ كبير مع النادي الاهلي لما يرجع من اصابه باذن الله. دي كانت تصريحات صلاح محسن لموقع الاهلي دوت كوم، ودي كانت كمان اخبار الاهلي في المواقع. لسه في بعض الاخبار المحليه والعالميه الهامه جدا، نروح نشوفها. في الوطن سبورت، حسام البدري يطلب تقارير كوبر واجيري مع منتخب مصر. 1-3 اشغال شقه تنتظر لاعبي المنتخب ولمده 3 ايام بفرمان من البدري. اليوم السابع حسام البدري يستعين بتراي ماتش تحسبا لالغاء وديه ليبيريا وجيبوتي. الوفد شكوك حول إقامة ودية لمنتخب مصر 7 نوفمبر. سوبر كورة، حسام البدري يترقب مشاركة مروان محسن مع الأهلي في معسكر الإمارات. البوابة سبورت، البدري يكلف مساعديه بمتابعة المنتخب الأولمبي بالكامل. اليوم السابع المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته باستاد القاهرة والسماح للإعلام بالحضور. موقع الكابتن رسميا السويس تستضيف المرحلة الثانية من معسكر المنتخب الأولمبي. فيتو أبو ريدة مونديال الأندية لن يتعارض مع كأس الأمم الأفريقية. مبتدا صلاح يطارد رقم روجر هانت امام توتنهام. الشروق مدرب استون فيلا، قرار اشراك تريزيجيه امام السيتي كان صائبا. سبورت 360 بيريز يتوصل الى اتفاق لاعاده كريستيانو رونالدو الى ريال مدريد. في الجول تقرير ريال مدريد يفكر في التخلي عن اسكو لضم لاعب نابولي.
طيب هي اخبار محليه وعالميه هنتكلم فيهم بالتفاصيل، بس عايز اطمن الاول على المنتخب الاولمبي واللي بيستعد طبعا للفتره الجايه المهمه من خلال معسكر مفتوح في البدايه لوسائل الاعلام. علشان كده هروح لمداخله هاتفيه مهمه جدا مع شريف شعبان ورئيس قناه الاهلي واللي متواجد في تدريبات المنتخب الاولمبي عشان اطمن منه على كل الاستعدادات. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اتفضلت وقلت اتفضل، يمكن النهارده المران مفتوح للاعلاميين قبل المعسكر المغرق اللي هيكون من بكره. يمكن الكابتن شوقي غريب اختار 27 لاعب من يوم 25 ليوم 27 هيكون المرحله الاولى. النهارده طبعا اخر يوم في المرحله الاولى، فاصر او صمم ان يكون المران مفتوح النهارده لجميع وسائل الاعلام عشان يطمئنوا على المنتخب الاولمبي، لان هو بدا طبعا المران الاول بمؤتمر صحفي مع الاعلاميين وكل القنوات اللي كانت موجوده والصحفيين. مهم ده. الراجل اشتكى من عدم اهتمام الناس في الشارع الى الان بهذه البطوله، قال لك الناس مش حاسه بالبطوله، فلازم يكون في مردود البطوله في الشارع المصري عشان نقدر نلاقي جماهير في استاد القاهره. هيفرق معانا جامد جدا لو حضر حضور جماهيري كثير مع المنتخب الاولمبي. خليني اقول لك برنامج المعسكر للكابتن شوقي غريب، زي ما قلت لك من يوم 25 ليوم 27 المرحله الاولى، يمكن من بكره من يوم 28 الى يوم 2 نوفمبر هيكون معسكر في العين السخنه. يمكن يتخللوا فترتين، يمكن ثلاث اربع ايام، فترتين تدريب صباحي وتدريب مسائي، وهيرجع يوم 3/11 هيكون في تمرين في القاهره الى الافتتاح يوم 8/11. دعواتنا ودعوات كل المصريين باذن الله يكون المنتخب المصري يقدم بطوله والاروع والاجمل ويفوز بهذه البطوله رغم قوتها وقوه المنتخبات المشاركه طبعا في هذه البطوله. خليني اقول لك ان الراجل اتكلم النهارده الكابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني الكفء والقدير في المؤتمر الصحفي ان يستقر على 80% من القوام الرئيسي للمنتخب او التشكيله الرئيسيه. الى الان لم يتم الاستقرار على حارس المرمى، ايا كان عنده مشكله كبيره جدا ان الاربع حراس الموجودين في المنتخب او المعسكر ما بيشاركوش خالص مع انديتهم. يمكن مدرب مثال مصطفى شوبير مع النادي الاهلي ما بيشاركش، يمكن محمد صبحي مع نادي الزمالك ما بيشاركش، ولكن يمكن شارك يمكن في اخر 10 دقائق في المباراه الاخيره للزمالك، يمكن عمر صلاح بسموحه ما بيشاركش، فقط حراس يعني ما بيشاركوش خالص مع انديتهم، ولكن الى الان لم يستقر على من هو سيحرص عليه منتخبنا في البطوله المقبله. وزي ما قلت لك استقر على 80% من التشكيل، ويمكن اشاده كبيره للاعبنا ونجمنا رمضان صبحي، قال لك ان لازم اشكر رمضان صبحي على انكار الزاد على الالتزام. الراجل ده ما بيتكبر يا جماعه، ده راجل لعب في كاس العالم، ده راجل بيلعب في المنتخبات المنتخب الاول، ورغم كده هو حريص كل الحرص على تنفيذ التعليمات، حريص كل الحرص ان يكون قائد ولمنتخب مصر الاولمبي وينفذ التعليمات بحذافيرها. فانا لازم اشكر رمضان صبحي، يمكن اشاهد النهارده بلاعبنا طبعا رمضان صبحي اللي بيلتزم وبيجتهد وبلغه الكره بيموت نفسه عشان يعمل حاجه للمنتخب الاولمبي. دعواتنا زميل امير ودعوات كل المصريين باذن الله يكون منتخبنا على الموعد، يكون منتخبنا باذن الله قادر على عمل بطوله قويه جدا تليق بمنتخب مصر الاولمبي. زميل امير عندك استفسار معاك؟ ان شاء الله باذن الله اتمنى لهم بالتوفيق. لكن شايف انا عايز اسالك سؤال، وخصوصا ان انت اكيد حضرت المؤتمر الصحفي، فهل كان في تساؤل بالنسبه للكابتن شوقي غريب فيما يتعلق بسوء الاداء بالتحديد في المباريات الوديه والمباراه الاخيره امام جنوب افريقيا وتخوف المصريين بسبب هذا الاداء؟ اتسال مني انت لسه ما بتقول انك استقريت على 80%، يعني لسه ما استقريتش على 100%. طب في بعض المباريات تمت او كان الشكل ما كانش قد المستوى، كان فيها زين في بعض المباريات. الراجل قال انا لعبت حوالي 12 13 مباراه وديه، يمكن هزمت في مباراتين او ثلاثه وباقي المباريات كلها كانت فوز، اغلبها كانت فوز، فاتركوني اعمل، انا راجل ليا اسم في الكره المصريه ومش هياثر معايا خالص هذه البطوله، لكن انا بحاول اجتهد على قد ما اقدر، بحاول اقدم كره جميله الفتره المقبله. انتوا حاسبوني مش من المباريات الوديه، حاسبوني من البطوله الافريقيه، تقدروا تشوفوا شكل الملعب شكل الفرقه هيظهر ازاي، وبعد كده تتكلموا. لكن المباريات الوديه بيبقى بتخص المدير الفني فقط، هو اللي بيقدر يجرب فيها بعض طرق اللعب، يبدا يجرب فيها مين اللي ممكن يلعب مع مين من لاعبي المنتخب.
فما حدش سالني عن المباريات الوديه، ولكن سالوني فقط على المباريات الرسميه. واظن ان كابتن شوقي غريب طبعا عنده حق، لان مباراه الوديه زي الامير زي ما انت عارف طبعا للتجارب طبعا طرق اللعبه المختلفه، بيحاول يحط لعيب جنب لعيب يشوف الكيمياء مع بعض ماشيه ازاي. طبعا عنده حق في دقيقه اي مدير فني، ولكن بعد اذن الله يوم 8 في افتتاح البطوله باذن الله هنبدا بقى نتفرج على شكل منتخبنا، وعندنا ثقه كبيره في كابتن شوقي وطاقه جهازه باذن الله ان يعملوا البطوله والاروع والعز. طيب يا شريف، هيبقى في مباراه وديه في الفتره دي بالنسبه للمنتخب كمباراه اخيره، ولا خلاص ما فيش كده هتخش على البطوله على طول؟ لا ما فيش، البرنامج مفيش. اللي عندي مباراه وديه، هل اتكلم بكره هيسافر عين السخنه عامل فيها كذا فتره، هيرفع فيها الحمل البدني جامد وهيرجع. لا مش قايل خالص على مباريات وديه خالص لحد يوم 8/11. هل اتكلم على غياب محمد محمود واصابته؟ انا اتكلمت مع الكابتن شوقي غريب قبل بدايه المؤتمر، يمكن كنا من درد شويه، فسالني على محمد محمود ان هو هيسافر المانيا امتى، وكان بيطمئن عليه وكان زعلان جدا على اصابه محمد محمود. قال لي كنت هعول عليه الفتره المقبله، كان نفسي يكون موجود معايا، كان هيفرق معايا جدا في البطوله، كنت هاخده لان اللعيب ده مجتهد واللعيب ده بيقدر ينفذ كل اللي انا عاوزه في وسط الملعب. وكلمني ايضا على كريم نيتو ايضا برضه، قال لي الاثنين دول كانوا فرقوا معايا جدا ان كانوا موجودين، ولكن الخير والبركه في اللي موجودين، ولكن هو يعني كان زعلان على مستوى الشخصي في غياب طبعا محمد محمود، متاثر جدا باصابته، وزعلان ايضا على غياب كريم نيتو، ولازم كريم يرجع بسرعه. كان كريم بيلعب سوبر وكان هيفرق مع اي حد ويفرق مع النادي الاهلي فتره مقبله كمان لما يرجع باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان من رئيس قناه الاهلي، واللي كان متواجد في تدريب المنتخب الاولمبي النهارده، خصوصا في ظل ان المران كان مفتوح للاعلاميين وكان في مؤتمر صحفي كمان. لكن انا عندي تعليق بسيط قوي على جزئيه او كلام الكابتن شوقي غريب اللي بيقول بالتحديد فيما يتعلق بالمباريات الوديه، وان هو مش متاثر اطلاقا بالانتقادات او بالمباريات الوديه اللي فاتت، وان هو عنده سي في محترم، او هو حقق بطولات كبيره بالتحديد بطوله واحده يعني حققها كمدير فني، او مش بطوله كمان ميداليه برونزيه في 2001، وان حتى لو خسر البطوله دي او التحدي ده مش هياثر معاه خالص. لا طبعا، ازاي مش هياثر؟ لازم هياثر. ده انت بتلعب بطوله في مصر، بتلعب بطوله هتاهلك للاولمبياد، اولا لازم تكسب بطوله في مصر، ده شيء مميز جدا وهيبقى مهم جدا، بخلاف اللي حصل مع المنتخب الكبير. احنا عايزين ننسى من خلال المنتخب الاولمبي، دي حاجه. تاني حاجه، احنا عايزين الهدف الاساسي ان احنا نوصل اولمبياد طوكيو، فاكيد هياثر طبعا معاك يا كابتن شوقي، لان انت اخر ميداليه او اخر انجاز للكره المصريه حققته كمدير فني كان مع منتخب الشباب فين؟ في 2001، من 20 سنه تقريبا يعني. فمحتاجين انجاز جديد من خلالك باذن الله ومن خلال المجموعه الموجوده، واحنا كلنا ثقه كبيره في الجهاز الفني بقياده الكابتن شوقي غريب وفي مجموعه اللاعبين المميزين جدا، عندنا قائمه مميزه جدا للمنتخب الاولمبي، ان شاء الله يفرحونا باذن الله. دي كانت بعض الاخبار، لسه في اخبار محليه وعالميه بس هتكلم فيها مع ضيفي العزيز، وفقره حواريه هتكون مميزه جدا ومهمه جدا مع الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيد في الحديث في بعض الامور الهامه. استنونا بعد فاصل. ينورني الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ وليد اهلا بيك. اهلا بيك امير، مرحب بيك ومرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. نور الله يخليك، ربنا يخليك. عندنا ملفات كتير جدا في الحقيقه عايزين نتكلم فيها النهارده، لكن عايز ابتدي بالتحديد بفتره التوقف الحاليه، توقف بطوله الدوري فتره طويله للاسف. شايف كيف يستفيد النادي الاهلي من هذه الفتره؟ هو شوف، طبعا إذا كان القرار من البداية كان خطأ فإحنا بنتكلم دلوقتي ما بنتكلمش في الصح والغلط، إحنا بنتكلم في الاستفادة، مدى الاستفادة. إيه قرار إن الفترة دي تطول كده، يعني التأجيل. طبعا تقعد الفترة دي كلها الفرق طبعا ما فيش أي بطولات، ولا أي سواء دوري أو كاس أو الكلام ده. لو جينا اتكلمنا على كيفية استغلال النادي الأهلي الفترة دي عشان طبعا اللعيبه تحافظ على معدلات اللياقه بتاعتها، هو اعتقد ان اداره النادي الاهلي اختارت افضل حاجه انها حددت معسكر خارجي في الامارات، هيبدا من يوم 1/11 لمده اسبوع، وهيتخللوا مباراتين وديتين، ومش مباراتين وديتين يعني مباريات سهله، لا انت عارف الفرق في الدوري الاماراتي كلها دوري محترفين هناك طبعاً. فان شاء الله النادي الاهلي حقق استفاده كويسه من الفتره دي، الى جانب انه يعني انا شايف ان هو يعني لما برضو سواء قبل او بعد المعسكر، انا شايف ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده ريني فايلر
يعني هو مش سايب الفرقة ولا عايز يوصل لهم ان احنا في فترة راحة. انا شايف ان هو شغال اشغال شقة مع اللعيبة، بيحاول ان هو يحافظ على معدلات اللياقة، سواء معدلات اللياقة الذهنية او معدلات اللياقة البدنية. طيب الاهلي مستفيد من الفترة ولا متضرر، خصوصا انه كان وصل فورمة فنية اكثر من رائعة، يعني مع اخر مباراة امام اسوان 5-1 والمباريات اللي قبليها كمان كان نتيجة واداء مميزين جدا بالنسبة للنادي الاهلي، فشايف ان الفترة التوقف دي هتكون في صالح الفريق ولا كان الافضل ان المباريات تستمر مثلا بشكل عام؟ هي في طبعا في الفترة دي توقفات اجبارية بسبب الاجندة الدولية، لكن في كل الاحوال شايف ان الاهلي مستفيد من فتره؟ لا طبعا النادي الاهلي مش مستفيد من الفورمه اللي وصل لها بالظبط. غير خلاص انت وصلت لنقطه معينه من الاداء، المفروض عايز يعني ايه المعدل بتاعك يبقى تصاعدي مش تنازلي. انت غصب عنك طول ما في طبعا عارفين ان في مباريات وديه، عارفين ان في تدريبات وفي تدريبات مكثفه وباشغال شقه زي ما بنقول، لكن برضو ال الحس بتاع المباريات الرسمية مختلف، الحس بتاع المنافسة مختلف. هو الفرق بين المباريات الرسمية والمباريات الودية ايه؟ حس المنافسة، انت عارف ان انت داخل المباراة دي بالزبط. لو فقدت نقطة هتأثر عليك في ترتيب أكيد. جدول الدوري أكيد. فهو ده هو ده اللي طبعا فارق، الى جانب انه طبعا النادي الاهلي احنا زي ما احنا عارفين كانت المباراه المفروض هتتلعب كان الاهلي مع الجونه والاهلي مع الزمالك، او الاهلي مع الزمالك الاول وبعدين الاهلي مع الجونه، فانت بتتكلم في ان المنافس بتاعك هو استفاد، لان انت لو جيت المنافس استفاد اكتر طبعا المنافس استفاد اكتر منك، لان انت لو جيت تقيس مثلا من وجهه نظر الخبراء ومن وجهه نظر النقاد الاغلب قال ان النادي الاهلي اداؤه وشكله وانتشاره في الملعب ونسبة تركيز لعبته ومعدلات لياقتهم البدنية والذهنية أعلى بكتير من فرقة الزمالك. فأنت النهاردة الزمالك رغم ماتشات القمة ملهاش مقاييس في كل الأحوال، يعني ملهاش مقاييس ملهاش معيار، بس أنت بتتكلم على برضو يعني معطيات بالظبط، معطيات للمباراة. المباراة أنت داخل المباراة مثلا أنت وليكن أنت عندك مثلا داخل بدون اثنين أو ثلاث لعيبة عشان الإصابة، الزمالك داخل مكتمل، عارفين ان المباراه ملهاش معايير، لكن في معطيات، معطيات ان انت مثلا بتفقد افضل لاعب عندك، هو مثلا بيفقد افضل حارس عنده، انت مستواك اعلى هو مستواه اقل، هي دي المعطيات اللي بنخش بيها المباراه. وعشان كده بتبص تلاقي في مثلا توقعات قبل المباراه، النتائج ايه، مين يسجل، الكلام ده كله، والا ما كانش بقى فيه كل ده، لكن هي معطيات بتؤهل او بتؤدي الى المباراه نفسها، والمباراه المباراه نفسها او النتيجه بتاعه المباراه نفسها احنا عارفين ما حدش بيقدر يتكهن بيها. ممكن يبقى اليوم احنا داخلين المباراه والنادي الاهلي توب فورم وتبص تلاقي اليوم مش بتاعه، ما فيش توفيق، فدي ملهاش معايير. بس انا زي ما بقول لك النادي الاهلي ما يعني ما كانش مستفيد من التوقف قد ما المنافس استفاد منه. ده هو طبعا منافس تقليدي نادي الزمالك، المنافسه السنه دي على الدوري هتبقى اهلي وزمالك بس ولا ممكن تلاقي انديه تانية؟ لا طبعا، لا ايه، لا طبعا مش اهلي وزمالك بس، يعني هيبقى مين مثلا؟ ممكن بيراميدز يخش المنافسه زي انا شايف ان بيراميدز ممكن يدخل تاني كمان تاني ممكن يبقى هو المنافس الاقوى على الاهلي من الزمالك، من الزمالك، مع ان الزمالك بيمتلك مجموعه كويسه جدا من اللاعبين في نفس الوقت يعني بالظبط. بس يعني شوف احنا اول ما جه ميتشو مسك الزمالك اتفرجنا للاسف الناس حكمت على اداء الزمالك من خلال المباراه الاولى او المباراتين اول مباراتين لعبهم، ثلاث مباريات وفاز في مباراه مع بيراميدز 3-0، فالناس يعني الناس للاسف الزملكاويه يعني الحكم جه سريع. لكن تعالى بقى بص النتائج بعد كده، او سيبك من النتائج، النتائج ممكن زي ما بنقول كده ايه، يوم ما بيبقاش التوفيق محالفك فيه فتخسر تتعادل الكلام ده، بس احنا بنتكلم على الاداء، على تشكيل، على تغييرات، على تركيز مدرب في انتشار اللعيبه نفسهم. عشان كده في المقابل انت شايف مثلا دي صبر ماشي بشكل كويس مع بيراميدز، مركز افضل، شكل الفرقه افضل، الفرقه برضو حتى في بطوله افريقيا بتكسب بره وجوه، النهارده شفناها تكسب 2-1 يانج افريكانز، فيعني انا شايف انه فرقه بيراميدز عندها جهاز فني مستواه اعلى،
وشايف ان هم ممكن يعني يدخلوا ينافسوا على المركز الثاني او يقدروا ينافسوا الاهلي وشايف ان هم كمان ممكن ياخدوا المركز الثاني. طيب انت قلت ان الناس اتسرعت شويه في الحكم على ميتشو مثلا في الزمالك كمثال في الدوري المصري معانا يعني مزبوط. لكن في نفس الوقت نقدر نحكم على مستر فايلر دلوقتي ولا لسه محتاجين فتره خصوصا بعد الست المباريات الاولى اللي كانوا بشكل مميز جدا؟ يعني وجهه نظرك ايه لو حكمنا؟ هنحكم على الفتره اللي قاعده بس على المباريات اللي لعبها انما ما نقدرش نحكم على خلاص ان ما نقدرش نؤمن او نجزم ان الراجل ده خلاص هو ده المدرب اللي احنا كنا منتظرينه دلوقتي. شوف هو كل اللي بيعمله مبشر كل حاجه بنشوفها كويس. منه مبشره مبشره بانه يمشي على خطى المدربين الكبار مش عايز اقول لك بقى مثلا مانويل جوزيه او غيره او غيره او غيره لا ممكن يبقى افضل ممكن ما يبقاش افضل بس انا من خلال الفتره اللي لعبها من خلال الفتره اللي مسك فيها النادي الاهلي احنا شايفين ان هو الراجل يعني ما فيش حاجه فلتت منه يعني حتى لو فتره صغيره جدا اللي هو تولى فيها المسؤوليه قبل المباريات الرسميه بالظبط عشان كده بقول لك برده انه الفتره مش طويله الفتره قصيره طبعا عشان كده بقول لك احنا ما نقدرش نحكم غير على الفتره دي بس ما نقدرش نديله ندي حكم عليه او نكون مثلا حكم على شخصيته بالكامل من خلال الفتره القليله دي. امتى نحكم؟ بتهيألي يعني ممكن نحكم بعد طبعا مش عارفين مباراه القمه هتتلعب امتى بس انا كنت شايف عندك ماتشات افريقيه قويه يعني طبعا انا كنت شايف ان هو لو كنا لعبنا ماتش القمه وماتش الجونه او ماتش الجونه وماتش القمه كان خلاص الحكم عليه بعد المباراتين دول كنت تقدر تحكم عليه بشكل نهائي لانه طبعا داخل مباراتين مش سهلين يعني برضو خلي بالك فرقه الجونه مش فرقه ضعيفه ولا فرقه سهله يعني انت طبعاً فرقه الجونه عندها ملعبها صعبه جدا كنا عندنا ماتش على ملعبهم وعندها يعني عندها تلتين الفرقه من عندك انت يعني متربيين في النادي الاهلي او شاربين من الروح بتاعه فانيله النادي الاهلي فهم برضو يعني انت بتواجه زي ما تقول كده ايه بتواجه فرقه تقريبا في نفس القوه او الاداء بتاعك يعني فكان ممكن الماتشين دول تحكم الماتشين دول لو كانوا اتلعبوا كنا نقدر نحكم عليه بشكل نهائي بعد بقى خلاف الماتشين دول عندك ماتش في الدوري وبعد كده بقى ماتش النجم الساحلي في تونس هيبقى ماتش قوي جدا وماتش اخر مع الهلال السوداني نقدر بس احنا نقدر نحكم بعد انطلاق مباريات النادي الاهلي في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا يعني انت مثلا هتلعب النجم الساحلي في تونس الاول وبعدين هتيجي تلعب الهلال السوداني هنا وبلاتينيوم هنا بقى مع نهايه الشهر شوف هو مباراه النجم الساحلي هتوضح بشكل كبير جدا شكل النادي الاهلي هيبقى ازاي في شخصيه النادي الاهلي او شخصيه النادي الاهلي في البطوله دي وبص بقى يعني هقول لك ايه في ناس هتقول لك لا ده النجم الساحلي في اقل مستوياته لا ده عنده مشاكل لا ده مش عارف ده مين استقال ده مين مشي ده المدرب مجاش ده المدير الكره مشي ده الكلام ده كل ده مش معيار مباريات الفرق المصريه مع فرق شمال افريقيا بالظبط زي مباريات الاهلي والزمالك ما فيهاش معيار طبعا. ممكن يبقى فرقه في اقل مستوياتها وتاخد الجيم انما المباراه دي هنقدر منها نكون شخصيه النادي الاهلي في البطوله هنشوف اذا كان النادي الاهلي رايح سكته ازاي ما بتكلمش في اننا تاهل او تاخد بطوله او الكلام ده النتائج كلها بتتعوض يعني انت ممكن تتعثر اول مباراتين اول ثلاثه وتبص تلاقي نفسك بتجمع نقط في الدور العوده فما بتكلمش على ده لكن بتكلم على الشخصيه نفسها شايف يعني هتقدر من البدايه كل الفرق اللي معاك في سواء اللي معاك في المجموعه او في المجموعه الثانيه كله هيقول لك ايه لا ده النادي الاهلي بعد المباراه دي لا احنا خلاص النادي الاهلي في النهائي يعني الرساله هتكون من خلال هذه المباراه من مباراه النجم الساحلي طيب طبقا للمعطيات وانت عارف كويس قوي مدى اهميه بطوله دوري ابطال افريقيا للجمهورين الاهلي طبعا. مستنيين البطوله دي غابت فتره شايف من المعطيات اللي احنا تابعناها على مدار الست ماتشات الاولى لمستر فايلر وشكل الفريق وادائه ونتائجه الاهلي قادر على تحقيق هذا اللقب بعد غياب من وجهه نظرك طبقا للي احنا شفناه انا شايف ان الاهلي يقدر على الاقل يكون في النهائي بس احنا تعودنا بقى على الثلاث بطولات اللي فاتوا ولا البطولتين اللي فاتوا للنادي الاهلي في النهائي مش عايزين بقى قصه ان احنا نوصل لحد النهائي بس عايزين بطوله طبعا احنا عايزين البطوله فانا شايف ان الاهلي يقدر
الأهلي لو عددنا المنافسين بتوعه أو المرشحين للفوز باللقب ده هتدوس تلاقي فرق المغرب مرشحة أقوى من فرق تونس. أنت دايما بتشوف أنه أو دايما بنلاقي مثلا النهائي أهلي ترجي أهلي نجم. أنا شايف أنه الوداد أو الرجاء أدائهم في البطولة دي أو أدائهم الموسم ده ممكن يبقى أقوى من الترجي والنجم أقوى. الساحلي طبعا. ليه بقى؟ الترجي والنجم الساحلي عندهم مشاكل من الموسم اللي فات من الموسم اللي فات عندهم مشاكل. استغنى عن بعض اللاعبين المهمين يعني زي البلايلي كتير, كتير جدا والنجم كمان برضو عنده مشاكل سواء في على مستوى الجهاز الفني أو على مستوى الإدارة نفسها. كان في برضو رئيس النادي الاستقال وبعدين طلبوه بالعودة فالدنيا هناك فيها مشاكل. فأنا شايف أن هم من الموسم اللي فات عندهم كده شوية حاجات مشتتة تركيز الفريق وده ممكن ياخد من أدائهم ينول من أدائهم ويبقى فرق المغرب ممكن تبقى هي اللي توصل للنهائي وتنافس الأهلي على البطولة. البطولة السنة دي بالتحديد فيها 10 فرق خدوا اللقب قبل كده يعني فده هيقوي البطولة بشكل أكبر. لكن نتمنى كل التوفيق طبعا للأندية المصرية بشكل عام لكن الأهم بالنسبة لنا النادي الأهلي في هذه البطولة بإذن الله يحقق اللقب إن شاء الله. نروح لملف آخر وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني الأول وكابتن حسام البدري. وللأسف منذ تولي كابتن حسام البدري المسؤولية طبعا مدرب كبير وعنده خبرات عظيمة يعني في الحقيقة لكن في أزمات كده بتيجي من لا شيء. ابتدينا بأزمة محمد صلاح واعتذاره عن المعسكر وكابتن حسام البدري قال لا ان هو غايب للإجهاد قبل ما يتصاب اصلا في ماتش ليستر سيتي ومستمرين سواء فيما يتعلق بشارة القيادة فيما يتعلق بموضوع كهربا والجدل اللي حصل. رأيك ايه في كل هذه الامور في فترة زمنية قليلة للجهاز الفني؟ شوف انت حضرتك قلت حاجة احنا مثلا الكابتن حسام ما كملش او تقريبا شهر تقريبا شهر على قيادته للمنتخب. في ثلاث مشاكل حضرتك قلتهم اللي هي طبعا اول مشكله كانت مشكله صلاح. عدم تواجد صلاح في المعسكر الاولاني بتاع مباراه بتسوانا الوديه. المشكله الثانيه كانت شرط القياده ما بين احمد فتحي ومحمد صلاح. والمشكله الثالثه وهي ضم كهربا والتبرير لضمه. طب ما هي دي المشكله الاكبر. انا جاي لك بقى في القصه. انا شايف ان خلال الفتره اللي تولى فيها الكابتن حسام قياده المنتخب انا شايف ان في حاجه هي السمه السائده على الجهاز الفني للمنتخب اللي هي الا وهي انت بتبرر اي قرار بتعمله. يعني انت في المشكله الاولانيه انت اللي استدعيت محمد صلاح خمس لعيبه وانت في نفس الوقت اللي طلعت قلت انا بفكر اريح محمد صلاح وبعد كده لقينا محمد صلاح ما جاش وبعد كده انت اللي طلعت بيانات او يعني اخبار بتبرر عدم ضم محمد صلاح او للرد على ان محمد صلاح ما جاش لان هو مش عايز يجي. انا وجهة نظري ونفس القصه في موضوع شرط القياده ونفس القصه في موضوع الكهرباء. انا وجهة نظري شايف انت مدير فني لمنتخب مصر كويس انت الوحيد اللي هتتسأل انت الوحيد صح. اللي هتتحاسب عن اي قرار انت خدته صح. انت مش مطالب ان انت تبرر لي دلوقتي انت مش مطالب ان انت تقول لي انت خدت كهربا ليه او انت ما جبتش محمد صلاح ليه او عايز تدي عايز تسحب شرط الكابتن من احمد فتحي ليه انت مش مطالب بده. ما يعني ما تخليش الجمهور او المتابعين ياخدوا فكرة ان انت مثلا خدت كهربا فخايف من جمهور الزمالك فبتقوم جاي على طول تبرر انه لا ده احنا ستة ده مش كلهم مش بشكل نهائي ده احنا ممكن نمشي ناس منهم ومش منطقي لان اصلا المحترفين كلهم هيجوا قبل اول مباراة بثلاث ايام فخلاص بالزبط الستة بالزبط مش هيمشي يعني. طب انت ليه بتقول ان انت ممكن انت ليه شغلت بالك بانه في بعض الناس مثلا من فئة معينة ممكن يتهموك ان انت خدت كهربا مثلا عشان حاجه معينه. ليه موضوع محمد صلاح لما حسيت مثلا انه مش هيجي فقلت لا انا ما بفكر ما ضموش او بعين جيت لما ما هو اعتذر فابتديت تبرر. ما تشغلش بالك دي وجهه نظري دي وجهه نظر انا ان المفروض الجهاز الفني ما يشغلش باله بالحاجات دي. الجهاز الفني بيشتغل يعني لازم يركز في الملعب. الحاجات دي كلها انت مش مطالب ان انت تبرر انت مش مطالب ان انت توضح للناس. انا دلوقتي بعد طبعا احنا داخلين على مباراتين هامتين كينيا وجزر القمر بالزبط. ف
نتيجة المباراتين دول، بناء على نتيجة المباراتين دول طبعا المسؤولين في اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة هيجي يقول لك تعالى نقيم الأداء. طبعا مش هيقول لك انت، لنفرض انت كسبت من غير محمد صلاح ولنفرض انت خسرت من غير محمد صلاح، ما حدش ليه دعوه، انت بتشوف اداء دي وجهه نظرك دي وجهه نظرك انت الفنيه في الملعب، المفروض ما حدش يعترض على وجهه نظره. انا هتكلم بتفاصيل اكتر على موضوع صلاح وكهربا والشرط القياده، بس في خبر سريع هو فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الاول، وايضا القائمه المكونه من 32 لاعب تم الاعلان عنها بشكل رسمي استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر. القائمه مكونه من محمد الشناوي من الاهلي، محمد عواد الزمالك، محمد بسام طلائع الجيش ده في حراسه المرمى، عندك احمد فتحي من الاهلي، رجب بكار بيراميدز، محمد هاني من الاهلي، عبد الله جمعه زمالك، محمود وحيد من الاهلي، دي مفاجاه وشيء ايجابي في الحقيقه جدا، لعيب مميز، محمد حمدي من بيراميدز لعيب ايضا مميز، ومحمود علاء الزمالك. تمام. عوده رامي ربيعه لاعب الاهلي، تواجد باهر محمدي الاسماعيلي، ايمن اشرف الاهلي، طارق حامد الزمالك، عمرو السوليه موجود، ربنا يستر ما يتصابش بس موجود في المنتخب من الاهلي، وحمدي فتحي بيستمر المعسكر الثاني على التوالي من الاهلي، عمر جامبر من بيراميدز، عبد الله السعيد بيراميدز، محمد مجدي قفشه الاهلي، حسين الشحات الاهلي، احمد السيد زيزو الزمالك لاعب مميز، محمد فاروق بيراميدز، اسلام عيسى بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحه، ومروان حمدي لاعب وادي دجله ده مهاجم ايضا، احمد جمعه من المصري، واحمد حجازي ويست بروميتش طبعا ده المحترفين بقى، محمد صلاح ليفربول، والنني بيشكتش، واحمد حسن كوكا براغا البرتغالي، وتريزيجيه استون فيلا، وكهربا ديسبورتيفو افيز البرتغالي. دي القائمه المكونه من 32 لاعب. اخد تعليقك. تمام. والله احنا شايفين ان في مفاجآت في القائمه بتاعه المنتخب. طبعا يعني لو جينا نتكلم على انه طبعا محمد بسام، انضمام محمد بسام او انه هو يبقى الحارس الثالث بس بعد احمد الشناوي، مع الشناوي وعواد، دي برضو دي اول المفاجآت. دي رقم واحد. رقم اتنين محمد هاني، انضمام محمد هاني ومحمود وحيد، دول برضو انا شايفها مفاجأة. ورامي ربيعة طبعا معاهم، وإن كان يعني طبعا مستواهم يؤهلهم لده، يعني أنا مش بكلم مفاجأة إن هم مثلا، أنا شايف إن هم كانوا بعيد وانضموا أو الكلام ده، لا أنا بتكلم إن هو يعني الناس معتادة على أسامي معينة والأسامي دي ما انضمتش بقالها فترة. فمحمد هاني، محمود وحيد، رامي ربيعة طبعا، عودة السلية دي كويس، استمرار حمدي فتحي، وقفشة برضو، زيزو من ضمن المفاجآت، لاعب الزمالك، زيزو من ضمن المفاجآت، مروان حمدي لاعب وادي دجلة، واحمد جمعة. احمد جمعة النهارده جايب هدف رائع، باكورد بقى بالظبط. فانا شايف دول بعض المفاجآت كده في قائمة المنتخب. ولكن هو برضو بناء على التصريح اللي فات انه قال لك مش ال 32 لعيب، مش 32 مش دول بشكل نهائي. فاحنا المفروض هيبقى في تصفيه، احنا لو مثلا عدينا مجموعه اللاعبين اللي من النادي الاهلي هتبص تلاقي الشناوي وفتحي وهاني ووحيد ورامي وايمن اشرف والسوليه وحمدي فتحي وقفشه وحسين الشحات فتبص تلاقي تسع لعيبه من النادي الاهلي. فده تقريبا يعني فرقه كامله، اكيد فرقه كامله يعني. بس انا عايز اسالك على حاجه، يعني هو واخد بعض اللاعبين ممكن يكونوا مش بيشاركوا بصفه اساسيه، هو من الفتره اللي فاتت تقريبا يعتبر كله ما بيشاركش لان مفيش ماتشات بتتلعب، لكن في نفس الوقت واضح ان هو عنده بعض القناعات ببعض اللاعبين زي مثلا محمود وحيد الظهير الايسر للنادي الاهلي. بص هقول لك على حاجه، دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها ما نقدرش نلوم فيها المدير الفني بالظبط، وفي امثله كتير يعني في امثله كتير للموضوع ده. مثلا في كاس الامم الافريقيه 98 منتخب مصر راح البطوله وكان حسام حسن ما بيلعبش، كان بعيد شويه يعني، وراح وخد هداف البطوله مع مكارسي بالظبط في بطوله بالزبط. كان في بطوله تقريبا سنه 2011 اعتقد او 2013 بطوله حوض النيل، كان حسام غالي ما بيلعبش
ولعب وخد افضل لاعب في البطوله. يعني لعب ازاي؟ دي قناعات بقى المدرب، قناعات المدير الفني، قناعات المدرب الاستراتيجيه اللي هو عايز يتبعها بالظبط. هو شايف انه عامل عنده في خطه معينه عايز يطبقها، وشايف ان اللعيب ده هيطبقها لي. ما بيشاركش، يبقى عنده مثلا معدلات اللياقه البدنيه قليله شويه، انا هجيبه وعلها له وهديله برنامج معين بحيث النسبه القليله دي تعلى توصل للتوب فورم، فانا كده هقدر استفيد منه. صح. هقدر اخد منه اللي انا عايزه. المعسكر طويل يعتبر. بالظبط، المعسكر طويل. احنا عندك يوم لغايه يوم 19، من يوم 1 ليوم 19 او من بكره، في طبعا المجموعه بتاعه الزمالك هينضموا من بكره. فانت عندك لسه لحد يوم 19، فاي لعيب هينضم هيبدا خلال ال 20 يوم دول، هيبدا طبعا ان هو يوصل للتوب فورم اكيد، يعني من خلال البرامج الخاصة اللي هيعملها الكابتن حسام. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. قائمة الـ 32 لاعب اللي تم الإعلان عنها بشكل رسمي قلناها لحضراتكم، نتمنى كل التوفيق للقائمة للجهاز الفني بقيادة طبعا الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، وإن شاء الله يكونوا موفقين في التحديات المقبلة. لكن عايز أرجع للملفات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وعايز أتكلم معاك بالتحديد فيما يتعلق بشرط القيادة والأزمة اللي تم إثارتها من قبل الكابتن حسام البدري. أنا شايف كده في الحقيقة، لأن تصريحاته في البداية في أول مؤتمر صحفي ليه قال لك إحنا لسه ما حسبناش موضوع الشرع، رغم إن إحنا في مصر عارفين إن هي بتبقى بالأدمية. فيقال أيضا وكيل أحمد فتحي قال مثلا، قال إن هم عرضوا عليه الموضوع وأحمد فتحي رفض. مظبوط. بتشوف الأزمة دي ممكن تأثر إزاي على منتخب مصر؟ أنا شايف وجهة نظري وأنت هتتفاجئ بيها، إنه الكابتن حسام اتورط في الموضوع ده. اتورط بمعنى إيه؟ بمعنى إن القرار ده مش بتاعه. بتاع اللجنة الخماسية. لو تفتكر او لو رجعنا بالذاكرة مع بعض كده، هتبص تلاقي ان كان في تلميح بعد ازمة محمد صلاح بتاعت التصويت. كان في تلميح من الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بانه هو يعني في حاجات كده، تلميحات اتخذت على لسانه انه ممكن محمد صلاح يبقى كابتن منتخب مصر. فطبعا ما كانتش لسه احمد فتحي، ما كانش لسه اسمه اتحط في القايمه. عشان كده ما كانش الموضوع، ما كانش خد دخل في حيز المشكله. صح. هو الموضوع كان لو في البدايه بالظبط، وكان بناء على كنتش عارف بعيد عن المنتخب بقاله فتره. وما كنتش عارف انه صلاح، يعني صلاح لو القصه الاشاره دي مع احمد حجازي او النني او المجموعه اللي هي من جيله، فمش هتبقى فيها مشكله. لان هم جيل واحد، فهتبص تلاقي الفرق بينهم وبين بعض ماتش ماتشين ثلاثه بالكتير. يعني هتلاقي مثلا حجازي لعب ماتشين ثلاثه قبل حسام، قبل محمد صلاح. هتلاقي انني يعني مش هتلاقي فيها ازمه. لكن لما تيجي لاحمد فتحي، لا احمد فتحي جيل تاني خالص. طبعا طبعا. واحمد فتحي لو جيت قيمته كلاعب، هتبص تلاقيه من، خلي بالك كفايه ان احنا نقول ان ده اللعيب الوحيد اللي موجود في قائمه منتخب مصر غير انه شارك في كل حاجه، من جيل من جيل اللي حصل على 3 بطولات افريقيا. بالظبط. ده اللعيب الوحيد اللي عنده الخبره دي. وانا برضو بثني على قرار الكابتن حسام، ان كان مش هيستعين بيه بشكل اساسي في المباريات، فانا بثني عليه ان هو ضمه، لان انت محتاج حد ينقل للعيبه الشباب دول طبعاً. خبرات. احنا ازاي خدنا الثلاث بطولات دول؟ ازاي قدرنا نحافظ على مستوانا على مدار 6 سنين او اكتر؟ ازاي كان عندنا روح، كان عندنا حماس؟ انت محتاج حد ينقل ده للعيبه. طبعا معايا ناس في الجهاز الفني شاركت، زي طبعا كابتن سيد معوض، معايا ناس شاركت في 98 زي الكابتن طارق مصطفى. ولكن احمد فتحي في وسط اللعيبه، يعني ممكن اللعيبه يبقى عندهم اي حاجه يتكسف مثلا يتكلم حد في الجهاز الفني، بس هيكلم القائد بتاعه اللي هو احمد فتحي. فانا شايف من وجهه نظري انه الكابتن حسام لما جه على المشكله دي، بس كانت مشكله مكتومه مش معلنه. هي اعلنت او توهجت بعد ما الكابتن حسام اعلن اسم احمد فتحي. لا، وبعد ما صرح، وبعد لما قال اسم احمد فتحي، بدات الناس تسال، ما خلاص. صح. انت قلت ان في احمد فتحي، فبدات الناس هتعمل ايه بقى؟ طب دلوقتي احمد فتحي، طب انت هتديها لفتحي ولا هتديها لصلاح؟ فبدا الكابتن حسام ياجل، يقول لك احنا ما بنتكلمش في الموضوع ده دلوقتي، لحد ما خلاص الموضوع اتعرض على احمد فتحي. بالظبط. فاحمد فتحي طبعا طلعت من خلال نادر شوقي وكيله، وطبعا لما اتسال في حلقه مع الكابتن شوبير، فقال له طبعا الموضوع اتعرض على احمد فتحي، واحمد فتحي رفض. ومفيش اي مخلوق يقدر يلوم على احمد فتحي طبعا.
طبعا حقه. اي حد مكانه، اي حد بيستنى الفرصه دي، اي حد مكانه مستني الفرصه دي طبعا. احمد فتحي قدامه ارقام قياسيه كتير يقدر يحققها من خلال مشاركته مع المنتخب، من خلال تواجده لحد دلوقتي في الملعب. طيب ده بخصوص شرط القياده. عايز اتكلم في موضوع كهربا، وان البعض انتقد جدا انضمام كهربا للمنتخب. بتشوف مدى تاثير هذا الانتقاد، وهل ده انتقاد ايجابي في مصلحه المنتخب او في مصلحه المدير الفني؟ وايضا عايز اسالك على مدى اهميه انضمام كهربا للمنتخب، الاهميه الفنيه. شوف احنا لو اتكلمنا من الاخر من قصه الاهميه الفنيه، هقول لك على حاجه. انا مش مع ان الناس تقول لا ده كهربا مستواه قليل او بيلعب او ما بيلعبش وانضم. كويس. لان احنا كهربا بيلعب مركزه مهاجم. لو قارنا أو وينج. او زي ما بتقول كده وينج او في التلت الامامي. لو قارنا بين كهربا وبين احمد حسن كوكا، هتبص تلاقي كهربا يكسب. تمام. صح. فانت قبل ما تلوم على حسام البدري على ضم كهربا، لا تعالى بقى نشوف ضم كوكا ليه. فواضح انه كوكا من حيث عدم التوفيق مع منتخب مصر، هو لعيب عنده قدرات، هو لعيب امكانياته كويسه وقدراته كويسه، لكن ده لعيب مش موفق. مش فانا يعني بص، انا لما بجيب اي حد وادي له فرصه واثنين وثلاثه، مهما كان هو امكانياته كويسه بس مفيش توفيق، فخلاص بقى. يعني انا اديتك فرصه والثانيه والثالثه، فما اعتقدش ان انا هقدر اعمل معاك اكتر من كده يعني. فالقصه اللي انا عايز اقولها ان احنا لو قارنا ما بين كوكا وكهربا، فانا يعني في الملعب هلاقي فعاليه كهربا في الملعب اكتر من قصدك الاكثر يعني. الاكثر منطقيه هو انضمام كهربا، الاكثر منطقيه انضمام كهربا عن كوكا. ولكن طالما كوكا انضم، ما تقدرش تتكلم على انه ليه انضم كهربا. صح. لانه واضح ان في سياسه معينه الكابتن حسام ماشي بيها. ايه هي؟ انا الكابتن حسام مش سياسته مش اللاعب الجاهز اللي هو هينزل في الملعب يشتغل بدماغه. لا، الكابتن حسام عايز اللاعب ينفذ افكاره، اللاعب اللي هو يعني مثلا ممكن جاهز بنسبه 80-90%، بس يعني متعود على افكاري وعلى فكري، فانا هاخده ال 20% او ال 25% اللي باقيين دول، انا هديهم له مقابل انه هينفذ تعليماتي بحذافيرها. غير لما اجيب ده اهم بالنسبه له، ده بالنسبه له. شوف انا عارف كابتن حسام من زمان، اهم حاجه عنده تنفيذ التعليمات. اهم حاجه عنده ان انت تنفذ التعليمات مهما كان الامر يعني. فهو انا شايف ان هو وجهه نظره ان هو بياخد اللعيب يجهزه، ولازم نحترم وجهه النظر دي طبعا طبعا. ان انت في الاخر هتحاسبه، هو هتحاسبه. انت لو فرضت عليه لعيبه معينه وجه هو ما كسبش، هيقول لك ما هتيجي تقول له ما كسبتش ليه؟ يقول لك انت ما سبتنيش اشتغل بدماغي. طيب عايز اروح سريعا للمنتخب الاولمبي، وطبعا بطوله الامم الافريقيه للشباب، وبرده مؤهله لطوكيو 2020. بتشوف مدى اهميه الفوز باللقب ده؟ طبعا اهميه عشان طوكيو طبعا، لكن هل احنا قادرين ان شاء الله، خصوصا في ظل القلق اللي كان موجود بعد الماتشات الوديه؟ رسالتك للمنتخب الاولمبي للكابتن شوقي غريب. والله انا الكابتن شوقي غريب ربنا يكون في عونه، لانه بعد ما كان او بعد ما الناس كلها قالت انه الكابتن شوقي عنده منتخب، المنتخب الاولمبي ده يعني عنده افضل عناصر موجوده في الدوري المصري، وان الناس كلها كانت بتحسده ان العناصر كلها بتشارك بشكل اساسي والكلام ده كله، لكن فجاه لقينا مثلا اربع حراس مرمى، الاربعه ما فيش واحد فيهم اساسي. يعني لو جينا مثلا عمر رضوان اللي كان شغال اساسي معاه على طول، ما بقاش يلعب اساسي في الجونه. مصطفى شوبير مش اساسي، منضم للفريق الاول وبيشارك في المعسكرات وكل حاجه وبيتمرن معاهم بشكل متتالي، ولكن ما بيلعبش بشكل اساسي. عمر صلاح نفس القصه، محمد صبحي نفس الكلام. دي أول مشكلة عنده. تاني مشكلة عنده أنه كان باني حلم كبير جدا على محمد محمود. محمد محمود صح. مش برضو خلاص وقع منه. فهو الراجل برضو يعني عمال يحسبها يمين في شمال، إلى جانب بقى جزئية تانية خالص. الجزئية التانية، أنت ما بتلعبش فرق، مش هتلعب مثلا مع منتخبات صف تاني ولا صف تالت ولا الكلام ده، أنت بتلعب الصفوة.
اكيد انت بتلعب طيب. اقوى فرق في قاره افريقيا. انا متفائل بس عايز بس اقول الحاجه اخيره انه الكابتن شوقي كل الناس بتقول ان هو الخطه مفيش خطه مفيش شكل مفيش الكلام ده هو الكابتن شوقي بس بيجرب فكر معين في دماغه انه عايز اللعيب بدل ما يبقى بيلعب في مركز واحد عايزه يلعب في اربع خمس مراكز بس الناس معترضه على ان التوقيت اللي اتجرب فيه لان انت خلاص هو ده كان المفروض يتعمل بدري قبل البطوله ده كان المفروض يتعمل بدري نتمنى له يا رب كل التوفيق كابتن شوقي غريب وجهازه معاون وايضا اللاعبين ان هم يحققوا الامال المطلوبه للشعب المصري. سريعا عايز اقول نتائج مباريات الدوري الانجليزي حتى الان. الشوط الاول خلص ارسنال وكريستال بالاس 2-1 لارسنال. ليفربول خسران من توتنهام 1-0. الشوط الثاني هيبتدي خلاص خلال دقيقتين. ونوريتش سيتي خسرانه من مانشستر يونايتد 2-0. نتمنى كل التوفيق لليفربول. محمد صلاح يا استاذ وليد نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا انك معانا. ربنا يخليك. انا اسعد يا امير. شكرا جزيلا. شكرا جدا. كان ضيفنا العزيز في الفقره الحواريه من حلقه كلام في الميديا النهارده الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي الكبير. واتكلمنا في عدد كبير جدا من الامور الهامه على الساحه الرياضية المصرية. دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا. استنونا وحلقة جديدة بكرة بإذن الله. إلى اللقاء.